منظومة التأمين الصحي الشامل التي تسعى الحكومة أنها تطبقها وتسعى إلى أن يستفيد منها كل الشعب المصري أو غير القادرين من الشعب المصري، يا ترى هل وزارة المالية أخذ بعين الاعتبار أنه هذه المنظومة ستطبق على عدد كبير جدا وأن مواردنا محدودة؟ حضرتك، هو نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الحقيقة احنا بنبص له كنوع من أنواع الإصلاح للقطاع الصحي بالكامل وليس فقط كتأمين صحي بمفهومه الضيق يعني، وهو تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، فهو حتى مش بيخاطب الغير قادرين فقط أو بيخاطب فئة معينة من المجتمع، هو داخل على فئة المجتمع بأكملها. ولذلك كان تحدي، لأن التغطية الصحية الشاملة يمكن من الحاجات هي من أهداف استراتيجيات 2030، لكن مش كل الدول قدرت ان هي تحققه. احنا درسنا دراسات مطوله سواء دراسات اكتواريه او ماليه داخل وزاره الماليه من قبل ما حتى القانون يطلع، ولا زلنا بندعم بشكل شديد الموضوع دوت علشان نعمل سيناريوهات مختلفه ونشوف ايه اكثر السيناريوهات اللي هي تقدر تؤدي الى استدامه ماليه في النظام. ولذلك يمكن احنا اتعمل اكثر من 95 سيناريو مالي، ووصلنا فعلا في الاخر ان كلهم يعني او معظمهم بيؤدوا في الاخر لنوع من انواع الاستدامه الماليه لعدد كبير من السنوات، الى جانب ان صياغه القانون وهي بتكتب كان فيها من المرونه اللي تسمح بان احنا نعزز موارد النظام من وقت لاخر، لان هو في الاول وفي الاخر هو نظام مستقل ولا يتبع الموازنه العامه للدوله. نظام مستقل، هي هيئة اقتصادية، هي هيئة اقتصادية وليه مخصصات، زي ما قلت لحضرتك الضرايب مثلا على السجاير وخلافه هي ما بتخشش خزانة الدولة، هي بتبقى بنسميها ضرايب مخصصة لأن هي بتخش على طول من تستقطع لصالح الهيئة على طول، طب ده كويس فدايما تضمن الاستدامة المالية لها. انه لما السجاير بيرتفع سعرها انه الفرق رايحة للصحة، رايحة للصحة رايحة للصحة مش لموازنة الدولة. لا،